كل مرة شفت فيلم أو مسلسل فيه سيوف ودروع وحرب وصار خاطرك تدخل معاهم؟ لا أنا بعد ما قد صار خاطري، بس اليوم بندخل معاهم لأن معاكم أخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة جديدة من الواقع الافتراضي. لعبتنا اليوم اسمها كونغورن، شيء كذي اسمها ما أعرف، بس فكرتها هاللون الحروب بالسيوف وهالأشياء، نفس مسلسل Game of Thrones اللي أزعجونا فيه هالأيام. أوكي مسلسل حلو بس بزيادة، يعني أزعجونا فيه، حن بيهجمون عليه، حن بيهجمون عليه من Game of Thrones. خلنا بس نظرة ونبتدي عشان تفهمون أكثر. زين هني قاعد يشرحون لنا التحكم. اوه يطلع صوت حلو. هولد عشان هذه موفمنت. اوكي نتحرك الدلين والجستشر. عيب عيب عيب، شنو العب ذي؟ اوكي صح لعبه دمويه المفروض حق كبار وذي، بس شنو ذي؟ ليش خلوني اسوي هالحركات؟ اوكي سوينا الصعوبه اصعب شيء. في اصعب نايتمير، هاي اصعب شيء. ليتس جو. انا عن نفسي سويت اللعبه مو وايد عنيفه عشان ما يكون فيها دمان، بس عشان يوتيوب يخلون الفيديو ينزل، لان ساعات الالعاب اللي فيها دم بزياده ما يرضون ينزلونها، فبالتالي اتوقع شلت الدم من اللعبه، فحين تكون مناسبه للجميع. يلا 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 هاي سلاحي، ليتس جو ليتس جو. شوفوا ما احب هاي الطريقه في المشي. بو 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 بو. صعبين صعبين ترى. لا اوكي. اي اي هاي وصل عندي. على راسه. قاعد انت وياي يطلع منهم حلاوه ناس ما تشوفون. زين تعال 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 تعال، عندك سلاح انت، انت اخطر، انت خلك خلك. لا 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 لا، قوم 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 قوم، خلوني اكسر الهاي. قاعد مكانك انت، تبا لكم. كل العاب كل العاب اللي فيها اي شيء طق وهلون دائما الجرين سكرين هو الضحيه. كيف الدب اللي قاعد هناك قاعد يقول لي اذا انت مخوف خذ هاي السلاح ورفعه كأنك تجهز روحك إنه يلا أنا جاهز، أما إذا أنت خايف أكل الباب طلع برا. بس يلا ووش السلاح ذي، يلا أنا جاهز. هاي 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 عندهم دروع يا جماعة، ما لحم. والله أجيب السلاح، والله أجيب السلاح. وينك أنت؟ باب كان مكانك. خل أخذ هاي السلاح، خلنا ناخذ هاي السلاح. اوه ما اعرف امشي، عندي اثنين. هي بو بو بو، شو لابس انت؟ شو لابس؟ هاي درع الحين ولا شنو؟ قاعد انت قاعد باب باب باب. كمان كمان. ها انت للحين فيك شده. بو 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 بو، في حد طقوني. هي هي تخدرت. لا 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 لا، أنا قاعد استهين فيهم، حطيت أصعب شيء، نسيت نسيت نسيت. لا زالوا سهلين لأن للحين في المراحل اللي في البداية. والسلاح اللي بعده أخيراً أعطوني درع نفس ما تشوفون، بس بشيل الدرع باليسار، أحس في الحرب بشيل الدرع باليسار، أنا يدي اليمين أقوى. إيه خلنا أمشي لأن ما بطق الجرين سكرين. شلون ألف؟ بعد طقيت الجرين سكرين. هني أطق الطاولة، شو الحل شو الحل شو الحل وياكم؟ اقعد انت اقعد، وانت وانت ما بطق الجرين سكرين. قعد مكانك انت، وانت قعد مكانك. تعال تعال، تبي واحده على راسك؟ خذ خذ. هاي مات ولا للحين؟ لا هاي بس دايخ. اوقف اوقف اوقف، شوفوها شوفوها. باب. طلعت الحلاوه من راسه. لحظه لحظه لحظه، شو السالفه؟ ما في سلاح يا جماعه. هي يا الدب ابي سلاح. دبه ما في ما في الا درع. في امل بس كذي؟ لا 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 لا، وثلاثه بعد؟ مر اربعه. اوكي اوكي يتحاربون ويا بعض، يتحاربون ويا بعض. واحد قاعد يطقني، واحد قاعد يطقني. لا خسرت خسرت لان مخليه اصعب شيء، فاتوقع طقه طقتين وخلاص تجي انت خاسر. بس ما يصير. اوكي فري فور اول، عجبني الشيء ان كل واحد بروحه، بس بعد يا جماعه صعب. خلكم تحاربون يا بعض هاللون. اي اي تحاربوا يا بعض. انا شلونكم جمهور؟ شلونكم حمام؟ شلونك؟ خلنا نروح لهم الحين. اي اي في واحد وراي، في واحد وراي، في واحد وراي. لا غش غش غش. الله مو عارف له، مو عارف له يا جماعه ايش الحل. اوكي يلا نطق ذاك. اوه تعال اقدر اعطي بوكس. تعال ابي درعي ابي درعي. هي ابي درعي، اقدر اعطي بوكس لا. هي 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 لا تطقني انت، لا تطقني. اوكي
اي بوي 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 روح له. لا ما عندي درع. تبن لك يصير اشيلهم؟ اي والله يصير اشيلهم وافلتهم على بعض. وين سلاحك انت؟ وين سلاحك؟ وين اسلحتهم؟ ابي درعي ابي درعي ابي درعي. ما يصير اخذ اسلحتهم حتى يا جماعه. هاي اشوف سلاحه هناك. لا راح السلاح. لا ابي اروح هني ابي اخذ واحد اطق الناس فيه. اي طقيته برفيجه. مت؟ لا 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 اطقني لا اطقني لا اطقني. هيا اتوقع اخر واحد. موت اخ عندك سلاح. موت ما يموت. خلاص يس 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 يس. انا وين قاعد طالع؟ انا وين رحت؟ انا هني المفروض هني. اوه حبيب لي اصعب واحد فيهم اتوقع كريزي تو على قولته. اوه لا 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 شنو ذي عند اشياء تشوط. هي هاي اصعب واحد فيهم ترى. هاي البوس ماله. قم تعال بس والله لما لعبتني بدرع بس اصعب. وينه تعال طيرته في مرحلة ثانية. مرحلة ثانية واسلحة ثانية الحين يا جماعة. ها وانا حاطة اصعب شيء فبحد بيكون صعب. الحين السيوف دخلنا جيم اوف ثرونز. يلا ايش دخل هاللون نينجا هاللون. ليتس جو الحين جيم اوف ثرونز. خلاص جيم اوف ثرونز يستعملون ذرين. باي. لا 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 تطقوني. بس على راسه. والله السيف قوي. تشين تشين تشين. بقصر قبته تشوفوا. يمدي بقص راسهم. هي وايد ناس. قصني يده. لا هاي عليه دروع وصادني. لا والله السيف خرافي يا جماعه. السيف سلاح خرافي. طقوني قاعد يطقوني. اوكي لا بعد ثلاث. لا صلوا على النبي. ما عندكم دروع؟ سيفين. يا فيكتوري. شنو في بعد ناس؟ اي الحين فيكتوري. شو السالفه؟ والله اتوقع الحل حق هاي الصعوبه تقتلهم تاخذ اسلحتهم او شيء كذي. والله صعب. اوه الفأس الحين الفأس. شوفوا بوي ايش يتحرك هاللون الفأس. اوكي يلا سلوت تحيه حق الكراود. جاهزين. ليش راسهم هالكبر؟ يلا ليتس جو. هي تعال سلاحك اودن. احس يوصل بعيد. هي اوف تعال عطني الفأس قبل ليون. بوم دبل. هي في واحد يطلق خاسهم. لا بسرعه نروح له. يطلق خاسهم يا جماعه. غش. بوم 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 بوم. فيكتوري. اوه بعد مره فري فور اول. الحين انا ضد الجميع الصراحه. هاي افضل سلاح جربته. وايد رهيب السيف. وهي يمكن افضل لانه يوصل بعيد. يلا ليتس جو. اي شوفوا الحين كلهم فيهم ناس. لا 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 اي ما هاي بلاسهم صعب. لا اوكي بلاسهم مات. موت. ها مات ولا لا؟ هي لا صلتني طقتين وخسرت.
اخ ليش حطيت اصعب شيء؟ ابعرف ليش حطيت اصعب شيء؟ يلا 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 جهز اسلحتي الفري فور اول اصعب شيء بالنسبه لي لان شوفوا شوفوا شوف شوف تعال تعال قعد مكانك مت ولا لا انت؟ اوكي طلعت حلاوه من راسك يعني ميت اخر اثنين اخر اثنين اتوقع بو 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 ونصك في وجهي شكله قبيح شكله قبيح ذي لا 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 اذا ما ذبحته اختر خلاص خلاص اخ 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 بس اخ روح حق البوس او الرئيس الثاني الحين يا جماعه خلاص دائما عقب الفري فور اول يجيني الرئيس خلنا نبتدي نعطيهم التحيه نبتدي اوه يا بول هركليز هركليز ذهبي كل شيء ذهبي لا 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 شفتوا طقه واحده ذبحني لا لا لازم القى طريقه اذبحه لازم القى طريقه اذبحه ايش الحل وياه ايش الحل ويا ذي لا 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 يطقني طقه واحده اموت لا 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 المحاولة ألف ضد هالرئيس لازم لو شنو يصير ما يطقني يا جماعة ما أعرف كله دروع فما أقدر أقتله أوه أتوقع لقيت نقطة ضعفة أتوقع لقيت نقطة ضعفة استراق ريلة بس هاي نقطة ضعفة ريلة طبعا درع ما تقدر تسوي له أي شيء شوفوا لو أطقه من اليوم لباكر ما يصير ولا شيء ولا لو أطقه هاللون نقطة ضعفة كانت ريلة الذكاء الذكاء يا جماعة هو الحل احنا لازلنا في تير 1 هاي المفروض اول مراحل اول ثلاث اشياء فخلصنا الجزيره الاولى تقريبا هاي الجزيره الثانيه ونروح حق الجزيره الثالثه المفروض تكون اصعب بس اتوقع بنسويها في حلقه ثانيه عشان ما نطول وايد وفي نفس الوقت ترى عندنا تايرات ثانيين اذا تبون في الحلقات الثانيه ممكن نسويهم صراحه يعني اتوقع من شكلي ومن شعري واضح شلون مو متعب كلش كلش مو متعب الشيء اللي سويناه خصوصا ان حطينا اصعب شيء بس اتمنى اتمنى عجبتكم الحلقه واذا تبون نلعب باقي المراحل اذا تبون حلقات اكثر من الواقع الافتراضي الفي ار تقدرون تضغطون هنا واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هنا ونشوفكم في حلقة ثانية